جريئة، ولكن هذه الجرأة لم تمنحها الحظ الذي يضاهي موهبتها. النجمة علا غانم، آخر مرة أجريت فيها فحص شامل، أنا كنت بعمل تحاليل كل 6-7 شهور، وده اللي خلاني أكتشف ورم كان بقاله فوق السنة. فحص شامل مع راغدة شلهوب. حب بناتك أقوى من حب زوجك. أنا بشوف إن الزوج ممكن تعويضه، ولادك لأ. ده إحنا بنشوف راجل بيتجوز بعد مراته ب40 يوم. علاقتك بالمحاور الكبير مفيد فوزي عاملة إيه دلوقتي؟ فرحتي تشتمني قدام الناس وتيجي تصالحني على جنب؟ علا، المرأة المثيرة مقلقة للرجل؟ الرجل اللي ما عندوش ثقة في نفسه هو اللي ممكن يتوتر. ليه الرجل بحب الامرأة سهل؟ هو مش بيحبها، هي موجودة وما تقولش لا. لو عرضت عليكي إناس الدغيدة أجرأ دور بتقدميه بمسيرتك المهنية؟ لو عزيز وافق عليه الأول حق. مجموعة من الشخصيات بديك توصفيهم بكلمة لقاء الخميس. ممكن تكون عصبية شوي. عصبية عليكي أنت ولا عصبية على كل فريق العمل؟ لا، عصبية ممكن معي يعني. من هي النجمة التي قدمت أفضل أدوار الإغراء؟ بهجت شريف طبعا. بالنسبة لإلك الحب هو ماذا؟ وهم. بخيانة المرأة للرجل على الست مستحيل. عايشة جوا بيت مع جوزها وتقدر تخون. ولا مرة تعاطفت؟ لا، ممكن أتعاطف معها في حالة واحدة، مش قادرة تكمل مع جوزها لأنها بتحب حد تاني. طب والراجل إزاي يقدر يعرفني؟ مش عايزة أخدعك يعني وأخدع نفسي وأقول إن مفيش راجل خان مراته. كيف حاسة حالك، طبيعية؟ لا، أنا حاسة إني مش طبيعية. صورتك بقفص حديدي بغبغان وطلعت أهو طبيعية، والراجل بيقول لك وواضحة ومبخبيش ومش خبيثة ومبلفش وادور. فحص شامل مع راغدة شلهوب، الأربعاء 10 مساء فقط وحصريا على الحياة.